قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. المقصود أن هؤلاء الثلاثة ممن يؤتون أجرهم مرتين، وليس المقصود أنه لا يؤتى أحد أجره مرتين غير هؤلاء الثلاثة. فقد جاء في القرآن إثبات أن أمهات المؤمنين يؤتون أجرهن مرتين، قد قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومعنى ذلك مضاعفة الأجور، فالحسنة بعشر أمثالها لكل الناس، ويضاعف الله لمن يشاء. وأمهات المؤمنين إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فلهن بعشرين ضعفا، وإذا كانت تضعيف إلى ألف ضعف مثلا فلهن بألفين، إذا كانت بسبعمائة ضعف فلهن بألف وأربعمائة ضعف، وهكذا. هذا معنى أن تؤتى أجرها مرتين. وهذا التضعيف ذكره الله في الحسنات هنا، لكن قال أيضا: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا لم تضاعف السيئة، فالسيئات لا تضاعف وإنما تكون بمثلها فقط إلا أن يتجاوز الله عنه، لكن الوعيد على أمر لم يقع، وقد حفظهن الله جل جلاله وأكرمهن وطهرهن، لكن كان هذا تهديدا لمن سواهن وموعظة بليغة لكل المؤمنات. قال: يا نساء النبي، وقد قامت عليهن الحجة أكثر من سواهن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فالمقصود بمضاعفة العذاب ضعفين أي بشدة العذاب، شدة الجزاء، وليس المقصود أن السيئة تضاعف، السيئة لا تضاعف. ونظير هذا في شدة العذاب ونحوه عدد من مما وردت فيه نصوص في شدة العذاب، فالمقصود به الشدة لا المضاعفة. لذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب، وليس المقصود مضاعفة السيئات، بل المقصود مضاعفة جزائها وما يترتب عليها. نسأل الله السلامة والعافية. رجل من أهل الكتاب، أي من الملتين السابقتين من اليهود ومن النصارى، وإذا أطلق أهل الكتاب فالمراد هاتان الملتان. وقال الطائفة: بل يدخل معهم الصابئون، لأن الله ذكرهم مع اليهود والنصارى في إقامة الحجة، وفي الذين يميزهم الله يوم القيامة من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، فعدهم مع اليهود والنصارى. آمن بنبيه، فاليهود نبيهم المقصود موسى، لأنه الذي أنزلت عليه التوراة، ومن وراءه من أنبيائهم إنما هو مجدد للملة، والأنبياء منهم من جاء بملة جديدة ومن كان مجددا لما عفى من ملة سبقت، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمقصود بالشرعة الملة العامة، وهي يشمل ملة من سبق وملته هو. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أمر بملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأمره باتباع ملة إبراهيم وهو قطعا صاحب ملة وتجديد، وكتابه مصدق لما بين يديه من الحق وناسخ له ومهيمن عليه، فدل ذلك على أن بعض الأنبياء يكون مجددا مصلحا في جانب معين. فلوط على ملة إبراهيم، لأن يعني الله قال: فآمن له لوط، ولكن مع ذلك جاء هو مصلحا لأمر شاع، وهو الفساد والشذوذ الذي شاع في أصحابه. وشعيب كان على ملة إبراهيم كذلك، ولكنه جاء أيضا مصلحا لفساد مالي شذوذ فيما يتعلق بالميزان، في تقصير الميزان وإبخاس الناس سلعهم وأموالهم، جاء الإصلاح المالي.
آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى مثل نبيهم عيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان على ملته السابقة، ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم اتبعه، أو كان على ملته السابقة ولما قامت عليه الحجة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اليوم من كان منهم صادقا في اتباع ملته ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يضيع عمله السابق، بل يكتب له فينال أجرين، أجر الملة السابقة وأجر هذه الملة، وطبعا أجر هذه الملة أعظم وأكبر وقد سبق ذكر ذلك. ولهذا فإنه ساق المسلمين أفضل بكثير من الدرجات من رهبان اليهود والنصارى وأحبارهم، فهم فساق وجهلة وهم أفضل من أحبار ورهبان، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا من أحد سوى الإسلام، وقد سبق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وسبق الحديث الذي أخرجه مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرط السماع، قال لا يسمع به، فقيل المقصود بالسماع مجرد أن يسمع أن نبيا بعث، ولو سمع به مشوها كما تسمعون الآن ببوذا أو تسمعون بأي معبود من معبودات الأرض، يجب عليه أن يتثبت وأن يبحث حتى يصل إلى جلية الأمر وعلمه. وبمجرد بلوغ اسم الإسلام واسم هذا النبي قامت عليه الحجة، ولو مات ولم يسلم فهو إلى النار. وقيل المقصود بسماعه به أي على وجه الحق، فإن لم تبلغه دعوته وإن كان سمع به، ولم تبلغه هذه الدعوة إلا مشوهة ومكذبة ومات على ذلك، فقال هؤلاء هو معذور، فيكون مثل أهل الفترة الذين يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويمتحنون حينئذ، فمن علم الله فيه الخير وفقه للتصديق، ومن علم فيه الغير خذله فسلطه على نفسه بالتكذيب. وهذا يشمل بعض الأمم التي لم يصل إليها المسلمون كبعض أطراف الأرض. واليوم عن طريق الشبكة وعن طريق الإعلام بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولكن لا ينكر أن يبقى بعض العوام والمزارعين وأطراف الناس في اليابان أو في الصين أو في أماكن شتى لم يسمعوا بالمسلمين ولم يسمعوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء كأهل الفترة يبعثون يوم القيامة ويمتحنون، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما قامت عليهم الحجة.